أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة المتجددة من استديو اليرموك. اليوم افتتح الملك عبد الله الثاني الدورة العادية الثانية للمجلس السابع عشر برلمان الأردن، مجلس النواب. وللأمانة أن هذا الحدث لولا كلمة الملك ربما، ولولا أنه حضر شخصيا وكان هناك خطاب، ربما لم يكن هناك من ينتبه أو يتنبه أو أن يسترعي هذا الافتتاح لتلك الأهمية. على خلاف ما كان في السابق، إذا ما عقدت جلسة عام 1989 كان الجمهور الأردني يتحدث عنها بقوة، كان الجميع ينتبه لها، كانت الأمور مختلفة، كان الأردنيون يحفظون أسماء نوابهم. اليوم المسألة مختلفة. هذه القطيعة لماذا؟ هذه واحدة من الأسباب التي ربما لفتت نظر الكثيرين. الدورة العادية الثانية للمجلس السابع عشر يفتتح اليوم ولا أثر لذلك إلا حينما يصبح هناك مشاجرة، حينما يصبح هناك جلبة، حينما يصبح هناك حدث بمعنى حدث صادم. هذه المشاهد أمامنا من الافتتاح، حيث وصل الملك عبد الله الثاني وقام بافتتاح كما أشرت الدورة العادية الثانية للمجلس السابع عشر. ماذا سيكون على أجندته؟ لا يهتم الأردنيون. هل سيكون البرلمان إصلاحي؟ لا يهتم أيضا. من هو الرئيس الذي سيقود دفة المجلس في الأيام القادمة؟ الأردنيون لم يكن على درجة من التنبه لهذا الأمر. القطيعة بين المؤسسات، وحينما نتحدث على أنه في الدستور الأردني الحكم في الأردن نيابي ملكي وراثي، لاحظ معي، نتحدث عن ملكي نيابي وراثي، بمعنى أن مجلس النواب ومجلس الأمة بغرفتي النواب والأعيان لهم الدور الكبير 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 في رسم معالم الحالة الأردنية. اليوم لولا المشاجرة التي جرت بعد إعلان نتائج الانتخابات، انتخابات الرئاسة، ربما لم يتنبه الكثيرون إلى ذلك الحدث، ولولا خطاب الملك الذي جاء في بعض مضامينه ما يسترعي أن نحلل ونناقش، ربما لم ينتبه الأردنيون. قطيعة بين المجلس، قطيعة بين المجتمع ومؤسساته، واحدة من الأمور التي يجب أن ينتبه لها مطبخ القرار. معنا للحديث عن هذا الموضوع النائب السابق المهندس سلام الإحياري. سعادة المهندس، مساء الخير. أهلا، السلام عليكم، مساءك الله بنور النبي. شيخ سلام، يعني اليوم مجلس نواب، الدورة الثانية للمجلس السابع عشر، هل تابعت هذا الحدث حتى نستطيع أن نتحدث عنه؟ والله يا أخي الكريم، الله يمسيك بالخير ومسيك بنور النبي، أهلنا جميعا كل خير وكل مستمعينك ومتابعيك. أنا بكل أسف لم أتابع ولم يكن يعني في بالي حتى أتابع، لأنها هذه للأسف الشديد بكل أمانة أقول أنها مسرحية. كل سنة يصير عندنا مثل هذا النوع من الممارسات. إحنا عندنا مجلس النواب للأسف ليس جديدا عليه هذا الموضوع، هو عبارة عن ديكور مشان تكملة الديكورات تبعت المؤسسات المختلفة. إذا السلطة التنفيذية رئيسها بصريح العبارة بيحكي مرات كثيرة إنه إحنا أولا على الحرب هاي تبعت داعش وحرب الشمال هاي التحالف الدولي. التحالف الدولي، رئيس الحكومة بيقف ويقول واضح، يقول إن هاي ليست حربنا وهينا بندخل في هذه الحرب. يمكن من هو صاحب القرار في هذا الموضوع؟ إحنا حقيقة متفرجين من أبناء هذا الوطن، لا ندري في من الذي يدير هذا البلد. هناك يعني الآن نرى أنه كأنه في جهات أخرى غير اللي نشوفها على المسرح هي اللي بتدير البلد. شيخ سالم، أقول لك بكل أمانة، أنا لم أرى ولم أشاهد هذا الحدث ولم يدر في خلدي أني أشاهده، لأنه زي ما قلت لك إحنا متعودين أن نسمع ونرى مثل هذا. أنا يعني أقول لك، أنا مارس العمل النيابي في فترة من الفترات، وكان الوضع كأنه بتدهور حتى من سيئ إلى أسوأ للأسف الشديد. شيخ سلام، أنت كنت في نائبا في 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 مجالس نيابية سابقة، هل كان الوضع مختلفا؟ يعني كانت الأمور ليست بمسرحية مثلا؟ بشكل بسيط مختلف، إنما الجوهر واحد، ما في الجوهر واحد نهائيا. المجلس، المجالس النيابية بعد عام 89 كلها مجالس ديكورات، المجلس الوحيد اللي كان
له كلمة يقولها في حق الوطن هو مجلس 98، وما عدا فهي مجالس للأسف الشديد مجالس الصوت الواحد كلها جاءت لتلبية حاجات معينة ومشوها زي ما بدهم، وهذا هو الوضع اللي احنا الآن من المجلس ما بيدرس للشعب للأسف. السلطة التنفيذية بالواجهة، إنما شيء آخر غير السلطة التنفيذية هو اللي بوصل مجلس النواب إلى مواقع مجلس النواب للأسف. شيخ سلام، وأنت نخبة سياسية وأنت أيضا يعني نائب سابق، يعني لست مهتما بمن سيكون رئيس مجلس النواب الحالي، ألا تهتم بالأسماء بالمعطيات بالبرامج؟ يعني ما الذي دفع المواطن الأردني لأن يذهب هذا المذهب؟ يعني أنا متأكد أن كثير أردنيين يعني على 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 طريقتك ما اهتموش. يا سيدي ما هو تعرف هاي الممارسات زي ما قلت لك العملية قديمة تتجدد باستمرار، وإحنا بدنا يعني ننتخب مجلس للشعب ليمثلش يمثل الأمة، يشارك في صنع القرار ويشارك، لكن واضح تماما أن الموضوع مش هيك. الموضوع أنه هذا يعني المجلس للأسف الشديد بكل أمانة أقول من عام 93 لحد الآن إحنا مجالسنا النيابية يتم توصيل إلى المجلس في السنين هذيك إلى الآن بطرق غير إرادة الشعب، هذه واحدة. اثنين، في الموسمين الأخيرين من هذه الانتخابات أصبح المال السياسي يلعب دوره في الموضوع ويوصل نخب مالية في شيخ سلام. نعم، إذن هي قطيعة. أشكرك الشيخ سلام الحياري النائب السابق في البرلمان الأردني. شكرا لك. شكرا. شكرا. إذن يعني ما يجب أن ننتبه له حينما نتحدث مع نائب سابق، نتحدث مع المهندس سلام الحياري، مع نخبة سياسية، مع مهتم بالشأن العام. هو لم يعتزل الشأن العام، هو يمارس ذلك لكنه لا يهتم لما يجري في البرلمان. ماذا نقول عن المواطن العادي الذي فقد ثقته بهذه المؤسسة؟ هذه المؤسسة هامة، هذه المؤسسة دستورية، هذه المؤسسة هي التي تستطيع أن تعيد الحياة والحيوية للإصلاح السياسي، هذه المؤسسة التي تشرع، هذه المؤسسة التي تراقب، هذه المؤسسة التي يمكن أن تضبط السلطة التنفيذية، هذه المؤسسة التي يمكن أن تقود البلد والوطن إلى الأمام. ما الذي جرى؟ لماذا أصبحت افتتاح مجلس النواب ما يقوم به مجلس النواب، انتخابات الرئاسة في مجلس النواب لم تعد تستأثر باهتمام الأردنيين باستثناء قلة قليلة ربما تذهب إلى قضية ربما البعد الجهوي أو البعد الشخصي ليس أكثر. لماذا؟ هذا سؤال عميق ومفتوح وحقيقي لابد لا أن ننبش عنه يعني عميقا وأن نقول وأن نعترف أنه جرح عميق جدا. حينما يفقد المجتمع ثقته بمؤسسات الدولة، وحينما يفقد ثقته بمؤسسة هامة كالمؤسسة التشريعية التي ينتخبها والتي تكون هي الممثل والنيابي الذي يكون بديل عن إرادته، يضع في حوزتها ما يريد، لكن ما الذي يجري؟ هذا سؤال باعتقادي أنه جرح عميق. حينما نسأل أحد النواب السابقين يقول لم أحضر ولن أحضر ولا يهمني ولا يعنيني. لماذا؟ قال لأنها مسرحية. أنت كنت في مجال السابقة، في مجال السابقة كانت مسرحية لكن ربما بأقل حدة. لماذا مجلس 89 كان فارقا مختلفا؟ لأنه كان يلعب هذا الدور. معنا الآن أيضا على الهاتف الأستاذ بسام بدرين الكاتب والمحلل السياسي. مساء الخير أستاذ بسام. مساء النور، يا مرحبا أستاذ بسام. ما الجديد اليوم سواء في خطاب الملك أو في مجرى في البرلمان؟ أخي عمر لو تعيد فقط السؤال لأني الصوت خفيف يبدو. ما الجديد اليوم سواء في خطاب الملك أو ما جرى في البرلمان بعد ذلك من انتخابات وجدل ونزاعات ومشاجرات؟ يعني طبعا هناك حقيقة يعني مستجدات قديمة، يعني دعني أقول أن هناك جديد قديم على الأقل في مستوى خطاب العرش. هناك تكثيف في رسالتين باتجاهين محددين على ما قرأته أنا شخصيا، وفيما يتعلق ما بعد خطاب العرش هناك يعني مفاجآت الصراعات والاصطفافات والاستقطابات وطبيعة التركيبة النيابية التي تثبت مرة أخرى بأن العبث بالانتخابات، تزوير الانتخابات يقودنا إلى مثل هذه الصراعات الشخصانية التي تخرج حتى عند معركة ديمقراطية مثل التصويت، تخرج حتى عن اللياقات. مشهد الصراع الانتخابي اليوم في مجلس النواب مؤسف ومؤسف للغاية، ويثبت لنا مرة أخرى أن الحاجة ملحة وملحة جداً لقانون انتخاب مختلف يقود إلى وجود زعامات وطنية من طراز مختلف تستطيع ضبط سلوكها
تستطيع ممارسة أعمال الرقابة والتشريع بناء على برامج محددة تعلو فوق مصالحها الشخصية. هذا رأيي فيما حصل بعد الممارسة. على صعيد، أنت معي أخي عمر؟ نعم معك. على صعيد خطاب الملك، ما الجديد؟ هل كسر إطارا محددا؟ خطاب جلالة الملك، أعتقد أن الجديد الأهم بالنسبة لي كما قرأت وقد كتبت ذلك في تقريري غدا، أن هذا الخطاب هو بمثابة إعلان حرب، يعني قرار سياسي بإعلان الحرب والاشتباك مع التنظيمات الجهادية أو بين قوسين الإرهابية في المنطقة. أعتقد أن اللغة التي تحدث بها جلالة الملك اليوم تشير إلى مستجدات أو معطيات جديدة في الاشتباك الأردني ضمن النطاق العمليات للتحالف. الملك يتحدث عن واجب الأردن في التصدي للإرهاب السني بين قوسين في المنطقة، وهذه رسائل لها يعني جهات محددة تصل لها، وهذه رسائل تعني بالضرورة برأيي الشخصي أن الأردن بصدد الاشتراك بالاشتباك البري إذا لزم الأمر في الأسابيع المقبلة. نعم أستاذ بسام، فيما يتعلق، ألم تلاحظ أن هناك في خطاب الملك ما كان مكثف فيما يتعلق بقصة البعد التنموي وربطه باللاجئين؟ يعني كان هناك تعريج من الملك، يعني هل كان غير مسبوق أم أنه طبيعي روتيني؟ أعتقد أن الـ 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 الإيجاز والاختصار تحدث عن القضايا المعتادة في مثل خطاب العرش كان واضحا في اللغة الملكية. الخطاب بشكل عام كان قصير، والجرعة المحلية في الخطاب كانت أكثر من المعتاد، والربط المباشر بين الوضع الاقتصادي ومسألة اللاجئين والأولويات كانت باتجاه مكافحة الإرهاب والقيام بدور الأردن بين قوسين الإنساني والديني في هذا الاتجاه، مما يعني أن الأجندة السياسية في المستوى الإقليمي للأردن ستتجه نحو مصالح اقتصادية مبرمجة على أساس المواقف السياسية وحالة التقدم السياسي في المنطقة، سواء تعلق الأمر باستضافة اللاجئين والشكوى من عدم تعاون المجتمع الدولي مع نتائجها، أو عندما يتعلق الأمر بالأجندة الأمنية والسياسية المتعلقة بالصراعات الدائرة. أستاذ بسام ابقى معنا، يعني ابقى معنا على الهاتف. معنا الآن على الهاتف معالي الدكتور خالد الكلالدي، وزير التنمية السياسية والبرلمانية. مساء الخير دكتور خالد. مساء النور، أهلا وسهلا، تحياتي. يعني باعتقادي السؤال المطروح أن هناك خطاب للملك، وهناك أيضا حزمة قوانين ستطرحها الحكومة على المجلس، هل هناك يعني انسجام بينهما؟ يعني الحزمة الإصلاحية ماذا ستكون؟ ما هي تفصيلاتها؟ بحزمة القوانين التي تطرق لها صاحب الجلالة اليوم في خطبة العرش في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة، تتلخص في اللامركزية البلديات ثم قانون الانتخاب حسب تراتبيتهم الزمنية، لأنه كما تعلم أستاذ عمر أن استحقاق الانتخابات البلدية يأتي قبل الانتخابات البرلمانية بالسنة، فبالتالي من باب أولى أن تنجز القوانين التي تحتاج سيجري تطبيقها حسب الترتيب واحد قبل السنة. فيما يتعلق بقانون الانتخاب، هل يعني هل هناك شيء واضح تجاهه؟ قانون الانتخاب هو في لجنة فنية لم يبحث لغاية الآن في مجلس الوزراء. عندما ننتهي كما ورد في الترتيب في خطاب العرش اليوم، اللامركزية جرى إنجازه من ديوان التشريع والآن هو في مجلس الوزراء سيقر بشكله النهائي. قانون البلديات على وشك الانتهاء به، وهذا ما يعني أن موعد قانون الانتخاب قد يكون اقترب. نعم، أشكرك الدكتور خالد الكلادي وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، شكرا على وقتك، أنا بعرف أنه عندك اجتماع. أعود لك أستاذ بسام البدارين، فيما يتعلق بالمجلس القادم والحزمة التشريعات والقوانين، باعتقادك مجلس اليوم عنوانه شجار ونزاع، على هل يستطيع أن ينجز قوانين بحجم عنوان إصلاحي؟ أعتقد بكل الأحوال أن شرعية هذا المجلس بمعنى يعني حضور الوطني وإمكانية الرهان عليه في أي إنجازات منقوصة، كانت منقوصة عندما بدأ هذا المجلس وجرت الانتخابات، وفي الواقع لا زالت منقوصة وستبقى كذلك ما دمنا نسمع مثل تلك الشتائم والاحتقانات والأبعاد الشخصية والتصويت على أساس جهوي أو شخصي أو تياراتي. بكل الأحوال لست متفائلا بإمكانية إنجاز مهمات وملفات و
واستحقاقات مهمة سواء في المستوى الوطني المحلي أو حتى في المستوى السياسي والإقليمي بوجود مثل هذه التركيبة من البرلمان. وأزعم كمراقب بأن يعني غالبية المواطنين الأردنيين يشاركون في مثل هذه القناعة. فأنا أعتقد بشكل عام للإجابة المباشرة على سؤالك أخي عمر بأنه لا، هذا المجلس ليس مؤهلا لأي شيء مهم في المستقبل. نعم زميلنا بسام، سؤالي الأخير لك، عزوف الأردنيين على الاهتمام بالمجلس، يعني كيف تفسره وأنت المراقب؟ كيف أفسر ماذا أخي عمر؟ عزوف الأردنيين عن الاهتمام بالمجلس والجلسة والافتتاح ومن سيكون الرئيس، هذا العزوف وعدم الاهتمام من الأردنيين كيف تفسره؟ لا، هو ثقة الشارع الأردني ليس فقط في سلطة التشريع في الواقع، أيضا بالسلطة التنفيذية وبالحكومة، يعني أقولها بكل وضوح وصراحة شبه معدومة، والأسباب واضحة لا تتعلق فقط بمخرجات قانون الانتخاب الحالي وبسيادة فلسفة التدخل بالانتخابات وأحيانا العبث بها إلى حد تزويرها في بعض الدوائر، لا بل تتعلق أيضا بسلوك النواب وطبيعة استفافاتهم وطبيعة مواقفهم القائمة على الحرد والغضب والمصالح الشخصية والجهوية أو الضيقة بين الحين والآخر. بالتالي أنا أبرر للمواطن شعوره بالخذلان، وبالنتيجة بعد هذا الشعور بالخذلان لا يندفع للمراقبة ولا للمشاهدة ولا حتى للاهتمام. نعم صحيح. أشكرك الأستاذ بسام البدرين، كاتب والمحلل السياسي. شكرا لك أستاذ بسام. شكرا لكم. شكرا شكرا. إذن يعني أنا بتمنى إذا بنقدر نشوف المشاجرة بالصوت والصورة، أنا حاب أشوفها ويسمعها المواطنين بالصوت والصورة. اليوم كانت انتخابات رئاسة المجلس، النخبة من يقود هذا المجلس، وتنفلت الأعصاب والشتائم، ونرى في الشرفة يعني ما لا نحب أن نراه، لكن في هذا المجلس شاهدنا ما لم نتوقعه، إطلاق عيارات نارية، وشاهدنا ما لم نشاهده في الأعراس وما لم نشاهده حتى في المشاجرات في 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 الشوارع، لكن هذا المجلس ربما فيه الكثير. إذا في مجال نشوف ياريت وارجونا إياه. أستاذ مفلح، أستاذ مفلح أرجوك شو ترجوني؟ هذا كلام غير مقبول، هذا لا يجوز، هذا عيب، هذا لا يجوز. انت اكبر من هيك، انت اجل من هيك يا مفلح، مفلح انت اجل من هيك، انت زلمة عاقل، انت بتعلم علينا ما بنعلم عليك. ولا صوت بدي اسمع بالشرفات، ولا صوت، مش قاعدين بمسرح احنا، النواب خليهم يصفقوا، بس اللي بالشرفات يقعدوا أوادم. رجان الأمن تخلى الشرفات، الأمن لإخلاء الشرفات. يا شباب يا شباب الأمن، إذن لا تعليق، أكتفي بهذا المشهد. اليوم في انتخابات الرئاسة، وفي النهاية فاز المهندس عاطف الطراوني برئاسة المجلس للمرة الثانية على التوالي. نذهب إلى فاصل، ثم بعد الفاصل سوف نستضيف مجموعة من الضيوف الخبراء في هذا الشأن، لندخل معهم في حوار وتحليل للمشهد البرلماني القادم لخطاب الملك اليوم، ثم لهذه المشاهد التي شاهدناها وللعزوف الجماهيري بعد الفاصل. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد. نذهب الآن إلى قراءة تحليلية ربما لما جرى اليوم، بدءا من خطاب الملك الذي افتتح به الدورة الثانية للمجلس 17، مرورا بانتخابات الرئاسة، ثم ماذا أو ما هي
التحديات التي تواجه البرلمان والتشريعات التي ستطرح على طاولته. ورحب بضيفي الكريمين المهندس سعادة النائب الأسبق المهندس علي أبو السكر مساعد رئيس مجلس النواب في البرلمان 14، أهلا وسهلا بك. ضروري هذه الصفة الوظيفية حتى نحلل المشهد اليوم، كما أرحب بالأستاذ جهاد الرنتيسي ضيفي العزيز الكاتب والمحلل السياسي. سأبدأ معك أستاذ جهاد، شو لفت نظرك اليوم في يعني خطاب الملك؟ هل هناك شيء جديد؟ هل كسر إطارا معينا أم أن الأمور يعني بقيت في إطار الخطابات الكلاسيكية؟ يعني باعتقادي أنه لم يذهب بعيدا عن الخطوط العريضة والنوايا الحسنة في الخطابات الملكية، والتي تحتاج إلى يعني العامل الحاسم فيها هو التنفيذ، يعني كيف سيتم تنفيذ هذا الطرح. وهنا السؤال، ولكن هناك بعض الملامح يمكن التقاطها في هذا الخطاب، مثل مسألة الحرب على الإرهاب والحرب على داعش. هذه النقطة باعتقادي أنها مفصلية، يعني صرح اليوم قال حربنا، يعني هذه العبارة من غير المستبعد أن تكون تمهيدا لخوض حرب برية مقبلة مع التنظيمات السلفية الجهادية في سوريا والعراق. باعتقادي أن هذه النقطة الأكثر يعني أكثر تماس مع الواقع الذي نعيشه. نعم، يعني هذا بيقودني أستاذ علي أيضا، يعني أنا أطرح عليك السؤال، هل شعرت أن هناك شيء جديد يعني إضافة لما قال الأستاذ جهاد فيما يتعلق مثلا القدس؟ هل كان هناك شيء جديد؟ اللاجئين، كثافة الحديث المحلي الداخلي التنموي، يعني هل لفت نظرك شيء بخطاب الملك؟ يعني يمكن ضمن الخطوط العامة لقضايا يعني تم تطرق إلى، طبعا يمكن سمة عامة للخطاب الملكي عادة نفتح في دورات مجلس النواب، ويمكن نعم هنالك بعض المحاور الرئيسية ممكن نقسم الخطاب إلى. صحيح أنه يعني كان أبرزها موضوع الحرب على الإرهاب والإشادة بالجيش العربي المصطفوي، وهي بالمناسبة ترى إعادة مرة ثانية لهذا المسمى اللي كدنا أن ننساه الحقيقة، أنه الجيش الأردني هو الجيش العربي المصطفوي. بالإضافة إلى القدس، يمكن كانت حاضرة وخاصة مع الظروف اللي تعيشها القدس وبعيشها الأقصى، وأنها يعني في عمق ضمير جلالة الملك. بالإضافة إلى الجانب الاقتصادي الضاغط يمكن كان هنالك جزء، لكن هذه تبقى ضمن يعني أطر عامة. وأنا أرى الحقيقة أن المعني أو إذا دخلنا فعليا، الأصل أن يكون هناك تفاصيل وتنفيذ فعليا بهذا الاتجاه، أما أن تبقى ضمن الأطر العامة فهي يعني في كثير من الأمور يتم تفريغها من المحتوى مع الأسف ضمن خلال السلطة التنفيذية. نعم، يعني هذا يقودني أنا أبدأ بالحديث عن القضية الفلسطينية، كيف طرحها اليوم الملك؟ هل طرحها بإطار جديد؟ نحن يعني لاحظنا في الفترة في الآونة الأخيرة هناك خطاب أردني سواء على لسان الملك وزير الإعلام، يعني نوعا ما سقف ارتفع عما كان في السابق، هل كان أيضا الخطاب أم بقي يدور في العموم؟ يعني كيف تحلله أستاذ جهاد؟ أنا باعتقادي أنه بقي يدور في العموم. لو اتجهنا لو ذهبنا باتجاه التفاصيل سنخرج برؤى مختلفة للواقع الراهن. الموقف الرسمي الأردني والموقف ينسجم مع الموقف الرسمي الفلسطيني في مسألة التأكيد على قضية الدولة الفلسطينية المستقلة. أنا باعتقادي أن هذا الطرح أصبح يعني إكسباير ديت، تقادم ولم يعد يعني لم تعد له حوامل على أرض الواقع. باعتقادي أنه من المفترض على الطرفين الرسميين الأردني والفلسطيني أن يبحث عن طرح آخر، عن صياغة أخرى يعني تتماشى مع الواقع الموجود على الأرض في الضفة الغربية وحالة التوازنات الإقليمية والدولية. يعني هناك نوع من السباحة بعكس اتجاه التيار في مسألة الحديث عن الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وإلى آخره. الموازين القوى تجاوزت هذه المسألة، يعني وهذه الموازين. الملك تحدث عن مسيرة السلام وأنه لحل هذه الإشكالات. نعم، ولكن يعني هناك تكرار للخطاب الأردني فيما يتعلق هناك انسداد أفق في لدى الطرفين الأردني والفلسطيني الرسميين. هناك انسداد أفق في التعامل مع القضية الفلسطينية. هذا الانسداد يعني ينفع باتجاه الحديث عن هكذا حلول، ويعني ولا أظن أن الطرفين يعني بعيد عن ذهنهما أن إمكانية تحقيق الدولة الفلسطينية غير واردة في المرحلة الحالية أو على المدى المنظور. نعم، يعني هذا يقودني أستاذ علي، أنا أسأل لماذا لم يستخدم الملك خطابا شديدا تجاه الإسرائيلي، خاصة أنه نحن بنيجي بأجواء ليس فقط اعتداءات على الأقصى وإساءة شخصية للأردن وللملك، يعني في الآونة الأخيرة وآخرها تصريحات وزير الإسكان يعني
لماذا غابت هذه، أم أنه معتاد أن لا يذهب الملك هذا المذهب، بمعنى لا يدخل في هذه المهاترة؟ يعني أريد أن أفهم. يعني يمكن مع الأسف الأردن مكبل بمعاهدة البؤس، معاهدة وادي عربة، وملتزم فيها مع كل أسف يعني بحذافير هذه المعاهدة، على الرغم من كل الخروقات الصهيونية لهذه المعاهدة وعدم الالتزام فيها، بل والتطاول على الأردن وعلى السيادة الأردنية وعلى الرموز الأردنية. الآن الحقيقة في هذا الظرف اللي بعيشه الواقع الفلسطيني وبالذات القدس والأقصى على وجه الخصوص، يعني الآن الحقيقة عملية التهويد تسير على قدم وساق في القدس على وجه الخصوص، والأقصى الآن يعني على اعتبار أنه أصبح مسرحا لقطعان المستوطنين ومكان يعني يرتعوا فيه. الآن مقدم على تقسيم وصورة واضحة، الأقصى ليصبح مكان ليصلي فيه اليهود من وقت معين وأماكن معينة، ويمنع فيه المسلمين، وهي لأول مرة بالمناسبة يتم مثلا خلال هذه الأيام إغلاق المسجد الأقصى، بل أنه التهديد أنا وجهة نظري أعمق من ذلك بكثير، وأخشى وأنا بوجهها فعلا رسالة ومن هون أخشى ما أخشى أن يأتي يوم نقول لأبنائنا ونشير فيه إلى القدس ونقول أنه كان هنالك مسجد اسمه الأقصى، في ظل هذه الأمة، في ظل أمة يعني مع الأسف يعني المليار ونص، في ظل وصاية رسمية أردنية على الأقصى. لم يطلق الملك تحذيرات على خلاف العادة فيما يتعلق بالأقصى والقدس، هل أطلقت تحذيرات تشعر أن ضمن الإطار العام كما قلت عندما استخدم يمكن عبارة أن القدس في عمق ضميرنا، وأشار طبعا إلى القضية الفلسطينية، لكن كما قلت يمكن الخطاب الرسمي يعني للحكومة أو وزراء الحكومة خلال هذه الأيام أو بعض الإعلام ارتفع قليلا، لكنه لم يرتقي إلى الأحدث. يمكن كان هذا الخطاب أنا بسميه خطاب بالي يعني للإعلام الرسمي ولحكومتنا بيتناسب يمكن مع فترة سابقة، لكن مع الحدث اللي موجود الحقيقة كان يجب أن يرتقي، لأنه الحدث أخطر بكثير وتجاوز لغة الخطاب المستخدم. يعني بعض المراقبين أستاذ جهاد قالوا أن الملك لم يتطرق اليوم للحديث عن غزة أو الاعتداء على غزة، لكن جاء بسياق الحديث عن المساعدات. يعني كيف نفهم ذلك؟ هل زالت الأردن تسير باتجاه إسرائيل بطريقة مواربة يعني حذرة؟ مع أنه في تصعيد في الآونة الأخير لاحظنا في خطابنا أنه كان نعم. أنا أود الإشارة بداية إلى مسألة إلغاء مؤهرة السلام. يعني أختلف مع الأخ المهندس علي أبو السكر حول هذه المسألة، وأعتقد أننا تجادلنا فيها في لقاءات في أكثر المكان وزمان التلفزيونية السابقة مع عدد فضائيات. أنا باعتقادي أنه يعني طرح هذه المسألة يعني أصبح نوع من الاجترار لحلول يعني لا يمكن الوصول إليها من خلال إلغاء هذه المعاهدة. هذه المعاهدة يعني إلغائها قد يكون في صالح اليمين الإسرائيلي المتطرف أكثر مما يكون في صالح الجانب الرسمي الأردني. نعم هي اتفاقية مجحفة وهي وقعت في زمن يعني غابر ولا تحظى بأي قبول شعبي، وهي مجحفة ومكاسبها قليلة و إلى آخره. نعم نتفق على جميع هذه القضايا، ولكن إلغاء هذه المعاهدة لا أعتقد أنه يعني سيكون في صالح الموازين المختلي لصالح الطرف الآخر الطرف الإسرائيلي. نعم. يعني أنا سؤالي أنه الملك لم يتحدث عن الاعتداءات على غزة بينما تحدث عن المساعدات، كيف نفهم الأمر؟ هناك يعني حدث تجاوز الحدث الآخر. يعني الحرب التي شنت على غزة باعتقادي أصبح الزمن تجاوزها إلى حد ما حاليا، أصبح هناك في واقع في غزة يعني الناس بحاجة إلى مساعدات حقيقية مع قدوم الشتاء وقلة المساعدات وإلى آخره. يعني أصبحت هذه هي القضية الملحة التي يفترض الحديث حولها، يفترض أن يتم يعني إنقاذ الحال. يعني لم يكن هناك داعي لتسجيل حديث حول قصة الاعتداء على غزة. مهندس علي، خطاب الملك يعني واضح، واحدة من العبارات التي قالها لن يسمح بأن تكون الصعوبات والاضطرابات الإقليمية حجة أو ذريعة للتردد في مواصلة مسيرة الإصلاح الشاملة. ماذا نفهم من ذلك؟ الحديث عن حكومة عسكرية لا، بعد عرفي لا، ماذا نتفهم من هذه العبارة رغم أن الأجواء صعبة؟ كيف يمكن أن نفهمها؟ لماذا جاءت هذا السياق؟ لماذا تحدث فيها الملك؟ لا هي هذه لغة بعد ذلك نسمع خطاب الملك في هذه الصيغة لو سمحتوا شباب الإخراج. فإن الأردن لن يسمح ولن يسمح أن تكون الصعوبات والإضطرابات الإقليمية حجة أو ذريعة للتردد
في مواصلة مسيرته الإصلاحية الشاملة، فنحن نرى الإصلاح ردة فعل لواقع صعب، بل هو خيار وطني نابع من الداخل يعزز الوحدة الوطنية والتعددية والاعتدال، ويوسع المشاركة ويعمق الديمقراطية. نعم مهندس علي، كيف تفهم هذه العبارة؟ هل هي فيها حالة طمأنينة أننا لن نذهب أبعد من البقاء على الحالة كما هي؟ كيف تفهم؟ يمكن هي يعني ما ورد في هذا الشأن هو يعني متردد عبر الفترة المختلفة، يعني لكن في ظرف حرب هذا اللي قصده. طالما يعني أكد جلالة الملك أنه الإصلاح الشامل هو خيار لا رجعة عنه ما إلى ذلك، لكن الأهم من هذا الحقيقة من يتلقف هذه المفردات، ومن يعني يجعل يدب فيها الحياة، من يمارسها على أرض الواقع من حيث التشريع أو من حيث الممارسة أو التفصيل في هذا الشأن. الطرح طرح عام في موضوع الإصلاح، الآن المطلوب اللي هو أن تفصل هذه المفردة العامة كما قلت تشريعا وممارسة. طبعا يعني ما طرح هو الأمر الطبيعي الحقيقة، حتى في ظل هذا الظرف ككل، أنه لا رد عن الإصلاح أو العودة إلى أو تبني خيار آخر اللي هو أحكام عرفية أو تبني خيار لا ديمقراطي، منه مش غير وارد الحقيقة العودة إلى تلك الأيام. هذا ليس في مصلحة الأردن وليس في مصلحة المنطقة ككل موضوع العودة أو نعم. عن هذه الممارسات. نعم يعني أيضا يعني مما قاله الملك في افتتاحه للدورة الثانية للمجلس السابع عشر، قال مشاركة المواطن في عملية صنع القرار، قمنا بتدشين تجربة في الحكومة البرلمانية. هل ستفهم الحكومة أنها مستمرة؟ هل سيفهم البرلمان أنه يعني اليوم إشارات الملك نوعا ما، يعني في الأيام الماضية كان يقول رضا الشعب ربما سيحدد بقاء المجلس، هل نشعر بأن لا البرلمان سيستمر وأيضا الحكومة؟ فهمت منها هذه الرسائل؟ أنا لا أعتقد أن الظروف مهيئة لانتخابات نيابية مبكرة في الأردن، ولا أعتقد أن هناك يعني حاجة ملحة لتغيير الحكومة في المرحلة المقبلة. أي حكومة ستأتي ستكون يعني معنية بالقيام ببعض المتطلبات لتنفيذ حالة الوضع المعيشي الصعب للمواطن الأردني كحد أدنى. يعني لا أعتقد أن هناك مقومات لمثل هذه الخطوات على المدى المنظور. البرلمان أيضا يعني باعتقادي أن الظرف الإقليمي لا يعني لا يساعد على إجراء انتخابات مبكرة. أظن أن البرلمان والحكومة باقيان إلى نعم. إلى يعني ما شاء الله. يعني هناك شعور بهذا الأمر، يعني تطمينات كانت اليوم لو أنت نائب أو تشعر بالطمأنينة. هكذا قرأت الحديث. نعم. طيب اسمحوا لنا معنا على الهاتف الآن سعادة النائب الأستاذ المحامي مصطفى، دكتور مصطفى ياغي. مساء الخير سعادة النائب. مساء النور يا هلا. أنا بعرف أنك مرهق واتمنيناك تكون معنا اليوم بالاستوديو، لكن على ما يبدو ظروف الجلسات حالة دون ذلك. دكتور مصطفى، فيما يتعلق بخطاب الملك اليوم في افتتاح المجلس، كيف قرأتموه كنواب؟ أولا سعد مساكم ومساء الخير لضيفك ولكل الأخوان المشاهدين. أنا بالواقع كان بودي أني أكون يعني ضيف حلقتكم اليوم، لكن ظروف المجلس وانتخابات المكتب الدائم ربما تأخر الوقت حالة دون ذلك. في الواقع من يقرأ خطاب جلالة الملك في خطبة العرش في افتتاحية الدورة العادية الثانية للنواب يعني يرى بكل وضوح أن جلالة الملك قد ركز على القضايا المحلية وعلى القضايا الإقليمية وعلى القضايا الدولية، وأعطى أهمية ربما في هذا الخطاب للقدس والقضية الفلسطينية، وهي القضية الفلسطينية دائما الحاضرة في ذهن يعني مؤسسة العرش الأردنية. ويعني كان النواب ايضا منذ الساعات الصباح الباكر يعني الخطر الذي يتهدد القدس ومحاولات الصهاينة في تدنيس يعني باحات الأقصى وانتهاك حرمة الأقصى وتهويده، يعني كنا حاضرين في الصباح الباكر واوصلنا رسالة الى جلالة الملك، كنا 14 نائبا تداعينا في صباح هذا اليوم وتقدمنا برسالة الى جلالة الملك، وايضا تحدثنا معه بعد خطبة العرش حول القدس والمقدسات وضرورة يعني ومحاولات الكنيسة الصهيوني في التصويت على سحب الوصاية الهاشمية عن القدس. هذا ربما يعني
الموضوع الأهم يعني في هذا الموضوع. لا شك أن الموضوع الذي له علاقة بالبرلمان ومؤسسة البرلمان ومؤسسة العمل البرلماني وتمكين الكتل البرلمانية أيضا كانت حاضرة في خطبة. سعادة النائب سنأتي على هذا بالتفصيل، ابقى معنا على الهاتف بعد إذنك الكريم. أعود لك المهندس علي أبو السكر. اليوم تحدث الملك اقتصاديا، أشار إلى كثير من المشاريع الاستراتيجية الكبرى، مياه الديسي وتطوير الملكة علياء يعني وتطوير ميناء الحاويات. نسمع الفيديو ثم نعود بعد ذلك لقراءة. هل لماذا لم يشعرنا الملك بأن هناك أزمة اقتصادية؟ لماذا؟ يعني هذا مثلا سؤال، لكن بعد أن نسمع إلى الفيديو. تم إنجاز عدد من المشاريع الحيوية الكبرى ومن أبرزها جر مياه الديسة وتطوير مطار الملكة علياء الدولي وتطوير ميناء الحاويات، بالإضافة إلى المشاريع التي يجري تنفيذها كموانع الوضائع العامة والنفط والغاز المسال والمشاريع الطاقة وخاصة المتجددة والبديلة، والعمل على تطوير قطاع السكك الحديدية وقطاع النقل العام بما يحدث نقل النوعية فيه وغيرها. ومن أبرز الإنجازات أيضا الخطوات التي قمنا بها لترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية. إذن سعادة المهندس، فيما يتعلق بالخطاب الاقتصادي، الملاحظة أيضا أنه لم يكن مكثفا كما كان في السابق. يعني هناك في الخطابات السابقة وأنت كنت نائب ربما تفصيل أكثر نوعا ما، يعني صحيح أن هناك عموميات، لكن هذه المرة مظلة العمومية في الجانب الاقتصادي ضيقة جدا. لماذا ذهب الملك هذا المذهب؟ يعني يمكن في البداية بدي أشير لخطاب جلالة الملك بما يخص انعكاسه، هل الحكومة مستمرة ولا مجلس النواب مستمر. الحقيقة أنا أتحدى أيا كان أن يستطيع أن يتنبأ سواء كان برحيل الحكومة ولا بحكومة جديدة أو برحيل مجلس النواب بانتخابات جديدة. وكثيرا ما فوجئ رؤساء الحكومات الحقيقة بانتهاء حكوماتهم أو مجالس النواب ورؤساء مجالس النواب دون أن يكون هنالك قراءات يعني مسبقة وواقعية لهذا الشأن. ويمكن أنا مع بخلاف هذا، أنا مع الحقيقة أن يجب أن نبث الروح الحيوية في الحياة السياسية من خلال يعني خطوات قد تكون شوي فاقعة سواء كان فيما يخص الحكومة أو فيما يخص مجلس النواب. فيما يخص الجانب الاقتصادي، يمكن الخطاب كان يهدف إلى بث روح من يعني رسائل، بث بعض الرسائل للنوع من اعطاء نوع من الطمأنينيه للمواطنين عبر جوانب عبر انجازات عبر ابراز بعض الجوانب الانجازيه في الجانب الاقتصادي او في المجال الاقتصادي. هذه بعض المشاريع يمكن اللي قد يكون بعض المواطنين لمسوها، لكن يمكن الجانب الآخر لا شك أن المواطن يقرأ الشق الآخر فيما يخص الواقع الاقتصادي من خلال معيشته اليومية وما يعاني المواطن من ضنك في العيش، من بطالة، من فقر، من عوز، من غلاء في الأسعار وما إلى ذلك. فهي جاءت لتحاول التوازن ما بين واقع يعيشه المواطن وفي يعني نفس تعتقد أن الخطاب هنا تفاؤلي كانت في هذه النقطة؟ نعم، هي بث روح محاولة بث روح التفاؤل حقيقة لدى المواطن. تتفق أستاذ جهاد مع الأستاذ علي في أن الجانب تفاؤل، يعني اعتدنا أن يتحدث عن الطبقة الوسطى ومعاناتها، يتحدث عن معاناة الناس وبطريقة أكثر تفصيل، ويطلب من الحكومات أن يعني تبدد ذلك، لكن هذه المرة كان الحديث نوعا ما سياق سردي لمجموعة من الإنجازات. يعني نعم، في تفاصيل المعيشة اليومية المواطن الأردني الكثير من الشياطين. نحن وصلنا إلى مرحلة متقدمة من الأزمة، لم يعد المواطن قادر على مواجهة ظروف المعيشية اليومية. هذه الأمور بحاجة إلى علاج مباشر. ما الذي يمكن أن يثيرني عندما نتحدث عن ميناء الحاويات ونحن نواجه أزمات اقتصادية حادة على المستوى المعيشي؟ هناك قضايا بحاجة إلى حلول سريعة ومباشرة. واضح أن الأزمة الاقتصادية يعني تسببت في الكثير من هذه
هذا التردي في الوضع المعيشي، ولكن من يقنع المواطن بهذه بأسباب هذه الأزمة؟ من حق المواطن أن يذهب بخياله بعيدا تجاه الكثير من القضايا، أن يذهب بخياله بعيدا باتجاه الفساد الحكومي، باتجاه الفساد الإداري المالي إلى آخره، عندما يواجه مثل هذه الصعوبات. نعم نحن لدينا أزمة اقتصادية حادة، لماذا لم تذكر معيشية بحاجة إلى خطابات سابقة كانت تذكر، بحاجة إلى حلول سريعة ومباشرة للتخفيف من معاناة الناس. نعم. دكتور مصطفى، هل فهمتم اليوم من خطاب الملك فيما يتعلق بالمسألة الاقتصادية أنكم يا نواب الأمة دعوا يعني قاطرة عبد الله نسور تسير فيما يتعلق بملفه الاقتصادي، ولا سيما أن له علاقة يعني وثيقة بصندوق النقد؟ يعني ليس بهذا المعنى، لا شك. يعني كيف فهمتم؟ نعي تماما التحدي الاقتصادي الذي تمر به الأردن منذ سنوات، وهذا يعني نتيجة تراكمات سنوات سابقة ليس فقط في هذه السنة يعني. وليس كما أشرت حضرتك أنه يعني ندع الحكومة تمر، نحن يعني من المفترض أن نكون بالمرصاد للحكومة، أن نصفق لها عندما تصيب وأن نحاسبها عندما تخطئ. الملف الاقتصادي والتحدي الاقتصادي هو الأكبر الذي يواجه المواطن الأردني والذي يواجه الدولة الأردنية، لا شك في ذلك. لدينا يعني بعض المحاولات لإنعاش الاقتصاد الأردني، ربما الحكومة نجحت في بعض الملفات لإنعاش هذا الاقتصاد ولمحاولة يعني المحافظة على خلينا نقول المخزون الاحتياطي من العملات الأجنبية في البنك المركزي، ويعني محاولة يعني إجراء توازن يعني في هذا الملف. لا شك انه في بعض الملفات الحكومه انجزت فيها، لكن الحكومه مطلوب منها ان تنجز اكثر في الملف الاقتصادي، لانه الملف الاقتصادي كما اشرت هو التحدي الاكبر الذي يواجه المجتمع الاردني والذي يواجه المواطن الاردني ويواجه الدوله الاردنيه، ولا سيما مشكلتي الفقر والبطاله. هذا امر يعني لا مندوحه عنه، كلنا نتفق، كل الاردنيين يتفقوا على ان هذا هو التحدي الاكبر. نحن شركاء للحكومه الاردنيه في النهوض بالاقتصاد الاردني وفي دفع عجله الاقتصاد الاردني للامام ومحاوله يعني معالجه كل الاختلالات، لا شك في ذلك. نقول بان الحكومه قدمت ربما الشيء القليل وليس الشيء الكثير. النواب ليسوا جميعا راضين عن أداء الحكومة حتى هذه اللحظة، لكن ربما أنه تأخذ فرصتها. لا نعلم إن كانت الحكومة سترحل في قادم الأيام أم أنها ستبقى، لكن المؤكد أنها لن ترحل في الأيام القريبة بسبب أننا على أعتاب موازنة عام 2015، وستكون أولى مشاريع القوانين التي تدفع بها الحكومة إلى مجلس النواب 17 في دورته الثانية، هذه يعني هو مشروع قانون مشروع الموازنة. نعم. أعود لك مهندس علي فيما يتعلق أيضا اليوم، تحدث الملك في عبارة ربما إن المرحلة المقبلة تتطلب جهدا تشاركيا، هل هناك خطابين في الدولة؟ يعني الجهد التشاركي موجود، كيف سيكون الجهد التشاركي؟ هل هناك مشكلة أن هناك من لا يفهم على خطاب الملك؟ أقصد هنا السلطة التنفيذية، يعني كيف تفهم الجهد التشاركي في المرحلة المقبلة؟ ماذا يقصد به؟ وأنتم أيضا يعني موجودين كحركة إسلامية ربما في خارج البرلمان. يعني لا شك أنه الواقع الأردني بالذات الواقع يعني سواء كان الاقتصادي والمعيشي اللي بعيش المواطن، أو الآن المخاطر الإقليمية اللي عم بتابع يعني بتهدد الأردن، بحاجة إلى توسيع قاعدة المشاركة الشعبية بالعملية السياسية، وأن نكون شركاء في العملية السياسية. هذه لغة الخطاب ترى بالمناسبة ليست حديثة، هذه لغة خطاب يعني موجودة ومطروحة بأكثر من، لكن مع كل أسف ليس هنالك من يترجم لغة الخطاب إلى واقع. في ذات الوقت اللي بنتكلم قاعدين عن التشاركية وعن توزيع حمل المسؤولية وعن العملية الإصلاحية، نجد الممارسة متناقضة بهذا الشأن. نجد هنالك محاولات لإقصاء، وهنالك محاولات وهنالك اعتقالات، هنالك ضغوط تمارس، هنالك يعني ما يضاد ما هو مطروح في موضوع التشاركية. أنا بعتقد أنه الأردن الآن بحاجة بصورة واضحة، الأردن كدولة وكلنا شركاء وكلنا نتحمل المسؤولية الحقيقة فعلا في أن في توسيع قاعدة المشاركة السياسية المبنية على إصلاح حقيقي، وأنا بتكلمها بصورة واضحة، المبنية على إصلاح حقيقي وليس على يعني شكلي أو ديكوري. نعم. يعني الآن أبتعد عن قصة التشاركية،
قال أن المرحلة المقبلة تتطلب جهدا يعني تشاركيا ومخلصا للبناء. يعني واضح أن الرسالة هل يفهم منها حوار، يعني طاولة حوار أخرى مع القوى السياسية مع الأحزاب، مع أم أنها يعني أيضا مجرد عبارات فضفاضة ستذهب الحكومة وتمر عليها على قاعدة العموم؟ يعني لو قرأنا الخطابات الملكية منذ 40 أو 50 عاما سنجد أن هذا الطرح موجود فيها، مسألة التشارك والحوار وإلى آخره بين أنا باعتقادي أن المرحلة الحالية يعني طبيعة الحالة الإقليمية لا تساعد على الدخول في مثل هذه الحوارات الحوار الداخلي. أنا باعتقادي أن هناك يعني نوع من يعني المركزية في القرار ستكون في المرحلة المقبلة، وهذه نتيجة للوضع الإقليمي الموجود حاليا. أنا لا أبرر ولكن أحاول القراءة يعني مركزية أين سيتركز القصر مثلا مركزية أعتقد أن القصر سيكون له الدور الأكبر في المرحلة المقبلة في تحليل الكثير من القضايا لعدة أسباب. يعني الحكومة أثبتت فشل كبير في إدارة الكثير من الملفات. البرلمان يعني تحدثنا عنه قبل قليل ونتحدث عنه منذ سنوات، يعني الوضع الذي طريقة إدارته لأموره وطريقة تفاعله مع التشريعات، وبالتالي أنا باعتقادي أن هناك يعني خلل في السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. هذا الخلل يعني يساهم في عملية يعني في عجز عن قراءة التحولات الإقليمية المقبلة. هذا العجز باعتقادي سيضع القصر أمام خيار الاضطرار لاتخاذ المبادرات والقرارات في المرحلة المقبلة. طيب دكتور مصطفى، فيما يتعلق بالتشاركية، لو سألتك عن التشاركية ربما ما طرحه الأستاذ جهاد مهم جدا. المرحلة الإقليم ربما لا تستدعي مثل هذه الحوارات. أنتم كمجلس النواب كيف فهمتم عبارة جهدا تشاركيا مخلصا للبناء؟ يعني هذا الجهد التشاركي هو الذي يصب في مصلحة الدولة الأردنية. وهذا ينبغي أن لا يكون فقط ما بين مؤسسة البرلمان يعني بفرعيها أو بشقيها النواب والأعيان والحكومة فقط، وإنما هذه هي مسؤولية المجتمع الأردني ككل، مسؤولية الأحزاب، مسؤولية النقابات، مسؤولية كل القوى الوطنية والقوى الشعبية، مسؤولية الحركات، مسؤولية مؤسسات المجتمع المدني، مسؤولية البرلمان. هلا اذا كان الهدف من التشاركيه هو النهوض بالدوله الاردنيه وارساء قواعد الدوله المدنيه ومحاوله الوصول الى تفاهمات كبيره مع كل قطاعات المجتمع الاردني، لما لا؟ اما اذا كانت يعني التشاركيه تصب في غير مصلحه المجتمع الاردني فلن تكون هناك تشاركيه بالقطع مع الحكومه. هل هناك تشاركيه تصب في غير مصلحه المجتمع الاردني؟ فسرنا اياها بعد اذنك دكتور مصطفى. انا اقول ربما، هلا على سبيل المثال انا ساطرح مثال اتفاقيه الغاز بين الاردن والكيان الصهيوني على سبيل المثال. هذه تلاقي معارضه من الشارع الاردني وتلاقي معارضه من كل القوى الوطنيه الاردنيه والحزبيه والنقابيه. هذه لا اعتقد بانه المجتمع الاردني او الشارع الاردني سيحسبها انها تصب في مصلحته، بل هذه ستزيد من عنت الكيان الصهيوني ومن صلفه ومن عجرفته ومن يعني محاولات كثيرة للاعتداء على الحقوق الوطنية الفلسطينية وأيضا على الحقوق الأردنية. القضية الفلسطينية بالنسبة للمجتمع الأردني هي قضية وطنية ذات مصلحة عليا. لذلك على سبيل المثال أنا أطرح هذا المثال، لن نكون شركاء مع الحكومة في مثل هذا الاتفاق. نعم فهمت. إذن اسمحونا ضيوفنا الكرام نذهب إلى فاصل ثم نعود بعد ذلك لمواصلة نقاش ما جرى اليوم في البرلمان بعد الفاصل. بعد منكم اهلا وسهلا بكم مستمعينا من جديد، واكرر ترحيبي بضيوف الكرام سعاده النائب السابق المهندس علي ابو السكر والكاتب والمحلل السياسي الاستاذ جهاد الرنتيسي، كما ارحب بضيفي على الهاتف سعاده النائب في البرلمان الحالي الدكتور مصطفى ياغي. يعني ساذهب الى الحديث عن قصه الحرب والمنطقه والفكر التكفيري وما طرحه الملك. نسمع بس الفيديو بعد اذنكم ثم نحاول ان نفهم ماذا اراد الملك من وراء ما قال. لقد عانت هذه المنطقة من بعض التنظيمات التي تتبنى
الفكر التكفيري والتطرف، وتقتل المسلمين والأبرياء من النساء والأطفال باسم الإسلام، والإسلام منهم بريء. فالإسلام هو دين السلام والتسامح والاعتدال وقبول الآخر واحترام حق الإنسان في الحياة والعيش بأمن وكرامة بغض النظر عن لونه أو جنسه أو دينه أو معتقداته. وهذه التنظيمات تشن حربها على الإسلام والمسلمين قبل غيرهم، وإن من واجبنا الديني والإنساني أن نتصدى بكل حزم وقوة لكل من يحاول إشعال الحروب الطائفية أو المذهبية وتشويه صورة الإسلام والمسلمين. نعم مهندس علي، هل نفهم اليوم من كلام الملك أننا سنشارك في الحرب البرية؟ هل فهم ذلك من الخطاب؟ يعني هو الإعلام الحقيقة يمكن تحدث تسريبات إعلامية لا أدري مدى صحتها عن مشاركة برية، بالإضافة طبعا إلى ما أعلن رسميا من مشاركة من خلال الطيران. واضح أنه اللغة المطروحة أن هذه الحرب يعني إحنا جزء من هذه الحرب. بالمناسبة يعني لا شك أنه هنالك أفكار موجودة وتنظيمات موجودة تحمل فكرا متطرفا تكفيريا لا يمثل فعلا وجهة النظر الإسلامية ولا يمثل الطرح الإسلامي، لكن أمريكا الحقيقة لا تريد إسلام ترى بالمناسبة، لا إسلام متطرف ولا إسلام معتدل، لا تريد إسلاما من أساسه من جذره. وإلا لو كان الموضوع الحقيقة أمريكا عندما تتحدث عن تطرف وتتحدث عن ما إلى ذلك، إسرائيل هي منبع الحقيقة التطرف في المنطقة، بل هي النموذج الأوضح لموضوع التطرف عندما تجتث شعب بأكمله وعندما تمارس القتل بالصورة اليومية والعشوائية بهذه الصورة، عندما تدنس مقدسات، هذه قمة التطرف والصناعة أيضا للتطرف. بل معروف أنه هنالك يعني غلات الصهاينة، عدا عن أن المجتمع الصهيوني ككل الحقيقة مجتمع متطرف بطبيعته ومن خلال تكوينته ومن خلال الممارسة اللي عندما جاء ليستوطن على أرض ليست أرضه، لكن هنالك فرق غلات الصهاينة الموجودين. من هنا يعني أنا لا أعتقد من يعني يمكن النقطة اللي متحدث فيها أنه موضوع الحرب اللي بتقودها أمريكا، أنا لا أثق الحقيقة في نوايا أمريكا ولا في نوايا الغرب. أما نعم هنالك فكر متطرف قد يكون غزا المنطقة، وبالمناسبة ليس بالحجم، يعني هي أشياء ما أنا بعتقد أرادتها أمريكا واستخدمتها أمريكا لها غاية من خلال ابتزاز الأمة العربية عندما تتكلم عن 500 مليار للتمويل 5 سنوات، تحالف دولي من 60 دولة، يعني وكأننا في بدنا نغزو كوكب آخر أو بدنا نواجه يعني حضارة أخرى بهذه الصورة. هذه المبالغة يعني هي استخدام وليست صورة توظيف وليست حقيقية. نعم. اسمحونا الآن معنا على الهاتف سعادة رئيس مجلس النواب الحالي المهندس عاطف الطراونة. مساء الخير سعادة المهندس. مساء النور يا مرحبا. أول شيء يعني منبارك لك على إعادة تجديد انتخابك رئيسا لمجلس النواب. الله يبارك فيك. أنا بعرف أن وقتك ضيق، لكن قراءة سريعة لما كان اليوم، خطاب الملك أولا أعطينا منه يعني كيف فهمته اليوم، ثم ما جرى في انتخابات المجلس ويعني بعض الإشارات عن حدوث شوية نرفزة وعصبية، كيف تقرأ ما جرى اليوم سعادة المهندس؟ السيد أولا يعني خطاب جلالة الملك هو حمل العديد من المحاور يعني في ضمن الوقت الضيق اللي ممكن أتداخل فيه مع حضرات ضيوفك الكرام وأوديهم أول شيء تحياتي. كان هو إبراز دور القضية الفلسطينية، وأنت تعرف سيدي بأن جلالة الملك لم يبخل على ملف القضية الفلسطينية بأن يظهر بجميع المحافل الدولية وأن يكون من ضمن أولوياتي ومن ضمن أولويات الشعب الأردني. عندما يحاول الآخرون بإرجاع هذا الملف إلى درجات ثانية وثالثة، جلالة الملك هذا الملف يقدمه، وأيضا ربط الإرهاب بأنه عدم وجود حل عادل للقضية الفلسطينية
ووصف الاعتداءات الإسرائيلية بأنها غاشمة، وأيضا تطرق إلى إعادة إعمار غزة، ومن ثم ربط عدم وجود حل عادل للقضية وعدم وصول إلى الحل النهائي وإلى إبراز دولة فلسطينية وعاصمة القدس الشرقية، كل هذه سبب من مسببات وجود الإرهاب والتطرف اللي موجود في منطقتنا وفي الإقليم. نعم. هذا على الصعيد يعني الخطاب جلال السيد. أما فيما يخص الممارسة الديمقراطية التي مارسها مجلس النواب، يعني شابه بعض الملاغصات خلينا نقول، ولكن هو نحن مبتدئين في عملية ممارسة الديمقراطية، يفترض فينا الأقلية بأن تحترم رأي الأكثرية وأن تنقلب إلى صفوف المعارضة بحيث أن تثري العمل أينما وجد العمل السياسي. عندما نتحدث عن مجموعة من الكتل البرلمانية تبرز رئيس أيا من كان الرئيس، على الآخرين يفترض أن ينسجموا مع هذا البرز، ومن ثم يعظموا منجز البرلمان، وهو مطلوب منا اليوم كمؤسسة تشريعية العديد العديد من القضايا التي بحاجة إلى وقفة تشاركية، وقفة الكل منا أن يقدم لها حسب ما يرى مناسب. نعم. هذا ما أردت أن أمر عليه على عجالة بما تم اليوم. يعني. سؤال سريع بس سعادتك، فيما يتعلق بإدارتك للبرلمان في المرحلة القادمة، لن يتأثر بما جرى اليوم من بعض الممارسات؟ ستقف على مسافة من الجميع كما كنت في المرحلة الماضية؟ أنا بطبيعتي رميت يعني الانتخابات مجرد ما أحرزنا النتيجة في إلى الخلف، ومن ثم أذهب إلى برامجي. سيكون لي عمل نوعي برلماني، سواء بإصلاح بداخل المؤسسة أو من خلال ترتيب بيت هذا التحالف حول التشريعات الصعبة جدا واللي بننتظرها وبنتظرها من الشعب الأردني والشارع الأردني، وعلى رأسها قانون انتخاب وقانون لا مركزية وقانون ضريبة وقانون موازنة، وكلها قوانين مهمة جدا، قوانين جدلية جدا، قوانين بحاجة إلى تكثيف الجهود وأيضا إلى مشاركة الجميع. وسنفتح البرلمان ولجان البرلمان على مؤسسات المجتمع المدني، ونحن بطبيعتنا وأنا شخصيا أرغب وأميل إلى التشاركية مع جميع مؤسسات المجتمع المدني. نعم، نتمنى لك التوفيق. شكرا لك سعادة المهندس عاطف الطلاوي. شكرا لك والله يعطيك العافية. شكرا لك، شكرا ومبارك. يعني اسمح لنا بدنا بس نأخذ دكتور مصطفى حتى نختم معه. دكتور مصطفى، ما جرى اليوم يعني أثناء الانتخابات، المهندس عاطف بسميها منغصات، باعتقادي أنها ربما غير مسبوقة في هذا ما الذي جرى يعني، وكيف تصف ربما ما جرى اليوم؟ أخي الكريم، يعني هذا يتعلق بالروح الروح الديمقراطية للمرشح نفسه، هل يقبل بالهزيمة أو لا يقبل بالهزيمة. ما حصل اليوم في الواقع هو بدأ من الشرفات ومن أنصار بعض المرشحين، وكان يعني مؤسف للغاية، ولا يجوز يعني في مؤسسة البرلمان أن يحدث ما حدث اليوم. لكن هذا ما حدث، هذا يرتبط بجملة من الثقافات يعني والأفكار، وبالتالي يعني، لكن الحمد لله رب العالمين أنه تمت السيطرة على مثل هذا الموقف. ونحن في الأردن يعني يفترض ألا نشهد في مؤسسة البرلمان ولا في أي مؤسسة من المؤسسات، يعني المؤسسات الأردنية جميعا سواء كانت نقابات ولا أحزاب ولا جمعيات أو أندية، يعني مثل هذا الأمر. مفروض أن يتقبل المرشح الهزيمة كما يتقبل النصر، وهذه هي الديمقراطية. الأقلية ينبغي أن يعني تنصاع لرأي الأغلبية وتحترم رأي الأغلبية. يعني أنا أعتقد أن ما حدث نحمله إلى من كانوا بالشرفات من مناصرين بعض المرشحين. نعم. يعني شكرا. فوضى. شكرا لك سعادة النائب الدكتور مصطفى ياغي، نائب رئيس اللجنة القانونية الأسبق، شكرا لك على مداخلتك. أعود لك أستاذ جهاد، يعني أنا سأعود مرة أخرى إلى ما جرى اليوم تحت القبة، لكن سأعود إلى ما تحدث فيه المهندس فيما يتعلق في خطاب الملك. هل نحن ذاهبون فعلا إلى حرب؟ الملك أيضا اليوم تحدث عن التعديلات الدستورية، وزارة الدفاع والصلاحيات التي أكلت له. هل نفهم من الخطاب أنه نذهب إلى حرب أو لا نذهب؟ دعوكم من الجدل، القرار بيد الملك. يعني أنا باعتقادي أن الحرب مقبلة الحرب البرية يعني. نعم. هناك يعني خلل في طريقة الحكومة في التقاط هذه المسألة، وفي طريقة الإعلام في التعامل مع هذه المسألة. الإعلام الأردني حتى الآن أخفق في أو لا يجد جرأة في التعامل مع هذه المسألة. جميل. كما الحكومة
يحاولون قدر المستطاع يعني إخفاء بعض القضايا التي يتحدث عنها الملك بشكل علني وبشكل واضح مسألة المشاركة في هذه الحرب. أنا باعتقادي أنه يعني يفترض من الحكومة ومن الإعلام الأردني أن يتعامل بشكل أكثر من الدقة والموضوعية في قراءة الـ شو فهمت اليوم؟ فهمت أنه رايحين على الحرب رايحين على الحرب وهذا قرار هذا هذا هذا, هذا هذا يعني هذا مفهوم ليس من اليوم, هو مفهوم من خطابات سابقة تحدث بها جلالة الملك, لم يكن يعني لم يكن خافيا طرح جلالة الملك حول مسألة الذهاب إلى الحرب, والمبررات مطروحة أيضا ومسألة وزير الدفاع وإلى باعتقادي أنها ترتيبات لمثل هذه لمثل هذا الاستحقاق. لا يمكن الأردن أن يبقى خارج هذه الحرب سواء نتيجة لطبيعة تحالفاته مع الأطراف الدولية أو الاستحقاق من 2001 إلى اليوم يعني أو نعم بقي خارج الحرب من 2001 إلى اليوم يستخدم فقط المستوى اللوجستي الاستخباراتي يعني هذا هو المطروح. هناك حرب جوية تشن حاليا على تنظيم على التنظيمات التكفيرية في سوريا وفي العراق. الحرب الجوية لن تؤتي ثمارا, الثمار تأتي من المعارك البرية, هكذا يتحدث الخبراء العسكريين حول المرحلة المقبلة. باعتقادي أنه الجيوش المحيطة بنا يعني غير قادرة على خوض حروب سواء العراقي أو السوري أو الحر أو إلى آخره, غير قادر على خوض حروب برية. أنا باعتقادي أن هناك بعض الجيوش الأكثر تنظيما والأكثر تدريبا والأكثر قدرة على خوض هذه الحروب, جيوش الإقليمية يعني, لأن الولايات المتحدة لا تريد أن ترسل جيشا, وبالتالي هناك دول باعتقادي ستكون معنية في الحرب البرية المقبلة من بينها الأردن وتركيا. فهمت من خطاب الملك أن ذاهبون إلى حرب؟ نعم أعتقد يعني هذه واحدة. نعم هل فهمت ذلك مهندس علي أن من خطاب الملك اليوم أننا ذاهبون إلى حرب برية وأن هناك تعديلات دستورية ربما تحدث عنها في فقرة أخرى وبالتالي ذاهبون وهي من صلاحيات الملك دستوريا أصبح؟ هي بحسب النص الدستوري نعم هي يعني الحرب هي من صلاحيات الملك وواضح من لغة الخطاب, بل هي يعني مش بلغة الخطاب الحالية أو لغة يعني نريد أن نقرأ اليوم أقيد بل يعني من السابق صحيح. الحقيقة أنه موضوع المشاركة وبل ما عادت يعني الحقيقة يعني موضوع للتكهن أو للاحتمالات, الأردن أصبح طرفا في هذا التحالف ومشاركا فاعلا في هذا التحالف بغض النظر. أنا وجهة نظري أن ليس للأردن مصلحة في هذا التحالف في هذه المشاركة, يعني جنودنا ليسوا أقل قيمة من الأمريكان اللي يمتنع عن وجودهم في البر ولا من الجنود المنطقة, جنودنا أبنائنا أبناء هذه العشائر من غير المنطق الحقيقة أن ندفع بهم بهذا الاتجاه, وهي نوع من ترى بالمناسبة يعني عواقبها ليست سهلة وخاصة عندما يعني أنا بسمي الآن عبارة عن استفراد في البعض وليس في الكل, يعني أمريكا في قارة منفصلة جالسة بعيدا عن أي ثمن ممكن أن تدفعه, الدخول في الحرب البرية الحقيقة هو الذي من سيدفع الثمن الأكبر بهذه الصورة. نعم يعني مضامين خطاب الملك كثيرة ومكثفة اليوم, لذلك يعني بنحاول نمر عليها بطريقة أو بأخرى, لكن واحد من القضايا اللي طرحها الإصلاح السياسي تحدث يعني ترسيخ نهج الحكم المحلي, تحدث عن قانون البلديات اللامركزية ثم قال ومن ثم الانتقال إلى قانون الانتخابات. باعتقادك أن هذا الترتيب هو سيكون على أجندة الحكومة باعتقادي, والدكتور خالد الكلات تحدث عن ذلك أن هذا الترتيب موضوعي منطقي, يعني ما الذي يفسر أن نذهب بلديات لا مركزية ثم قانون انتخاب؟ أنا باعتقادي أن المرحلة المقبلة تنطبق عليها تعليقات المذيع المصري الشهير أحمد سعيد حينما كان يقول لا صوت يعلو فوق صوت المعركة. نحن مقبلون على استحقاق أكبر من ذلك, أكبر من انتخابات البلدية وأكبر أكبر من انتخابات النيابية. باعتقادي نحن مقبلون على يعني تحولات إقليمية ستغير وجه المنطقة في المرحلة المقبلة, يعني هكذا يفترض أن يعني إلى هذه النقطة يفترض أن تتوجه الأنظار وليس إلى بعض القضايا الصغيرة. يا سيدي نحن شعوب منطقتنا, يعني نكذب على أنفسنا إذا قلنا بأننا في يوم من الأيام صنعنا مستقبلنا وحضرنا, يعني دائما يصنع المستقبل من الخارج. يعني أنا باعتقادي أنه تنظيم داعش حاليا يمارس نفس الممارسة التي مارستها القاعدة في يوم من الأيام عندما تحولت إلى ترس أمريكي في مواجهة السوفيت في أفغانستان. أنا باعتقادي أن لهذا التنظيم
دور في 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 تفتيت المفتت الذي فتتوه قبل ذلك معاهدات يعني ما في إصلاح الآن حرب. أنا باعتقادي أن هناك يعني قضايا أكثر أهمية في ذهن صانع القرار الأردني في المرحلة الحالية وهي معالجة القضايا الإقليمية وليست الإصلاح السياسي الداخلي. يعني كأني أفهم الأستاذ جهاد أن الوضع سيبقى استاتيكي ساكن فيما يتعلق بالمشهد السياسي، ويعني ربما يعني شراء وقت حتى ننتهي من الملف الإقليمي، فهمت ذلك أم يعني إنجاز قانون بلديات؟ وأنتم خبراء في الحديث عن الإصلاح، يعني بلديات لا مركزية مجلس نواب، ترتيب منطقي، شو 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 يعني فلسفة الترتيب هذا؟ يعني يمكن أنا بعتقد الوضع الاقتصادي ترى هي يعني الهروب من الواقع الاقتصادي أو محاولة معالجة الواقع الاقتصادي من خلال الملف الإقليمي ترى، والمشاركة ليست أكثر من هي عبارة عن يعني تصدير أزمة الخارج يعني؟ لا هي محاولة الحقيقة لمعالجة الجانب الاقتصادي من مساعدات، زيادة المساعدات وما إلى ذلك بهذه الصورة. أنا أعتقد أنه يعني بدي أذكر في بداية التسعينات عندما كان موقف جلالة الملك الحسين، المغفور له جلالة الملك حسين، استند إلى موقف شعبي رافض للمشاركة في هذا التحالف، وأعلن هذا الكلام الحقيقة ورفض المشاركة في ذلك الوقت، رغم أنه أيضا تعرض إلى ضغوط بالمناسبة، يعني ما كانت الأمور عابرة بهذه البساطة. وبقي الأردن الحقيقة يمكن كما تفضلت بعيدا عن الدخول المباشر وبالذات المجازفة باللي هي بالحرب وبالجنود وما إلى ذلك بأي تحالفات في هذه المنطقة. الآن الوضع الملف السياسي أو الإصلاح قد يعتريه نوع من السكون، يعني يمكن رغم أن المصلحة الحقيقة سواء كان للملف الاقتصادي وعواقبه ونتائجه أو للملف الإقليمي وعواقبه ونتائجه تستدعي توسيع قاعدة المشاركة، والثمن الحقيقة قد يعني الثمن فادح سواء كانت النتائج الاقتصادية والواقع الاقتصادي والمديونية وما لديك أو الملف الإقليمي. إذا جيت أنا للترتيب، أنا لا أعتقد أنه الموضوع يعني سيعيق العملية الإصلاحية. قانون البلديات واللا مركزية والقانون الانتخاب من الممكن أن ينجز في دورة واحدة بالمناسبة، يعني ما لا يحتاج إلى سنوات تراتبية لإنجاز مثل هذه القوانين، ثم بعد ذلك العملية التطبيق لهذه القوانين إن أنجزها مشاريع إصلاحية حقيقية. هي وجهتي نظر، يعني أنت بتحكي أنه فعلا الحرب والظرف الاقتصادي يحتاج إلى توسيع المشاركة، ربما الأستاذ جهاد أشار إلى أنه سنقبل على مرحلة مركزية أكثر ونحصر القرار. بدي أطلع من قصة خطاب الملك لما جرى اليوم في انتخابات مجلس النواب. أستاذ جهاد، يعني المنظر بجعب عرفش إذا تابعته أنت بتفصيلاته، مع يعني انتخابات آلية واضحة، أن تضع الورقة في الصندوق ثم يحدث هذا اللغط. لماذا وصلنا إلى هذه المرحلة في مؤسسة ديمقراطية الأصل أن تكون ديمقراطية؟ أو كيف تصف المشهد؟ يعني لماذا وصلنا؟ هل هي ظاهرة صحية؟ أولا قد يكون رأيك أنها ظاهرة صحية أم أنها يعني ليست كذلك؟ ما الذي جرى؟ كيف تفهم؟ سيد العزيز، أنا أفهم المسألة كالتالي: لدينا طبقة سياسية تعيش حالة من الاهتراء. جميل. هذا الاهتراء لا ينسحب على مجلس النواب وحده، هو موجود في مجلس النواب، موجود في الحكومة، موجود أيضا في المعارضة بمختلف تجلياتها. للأسف وصلنا إلى هذه المرحلة، لدينا طبقة سياسية مهترئة غير قادرة على استشراف المراحل المقبلة، غير قادرة على تقديم يعني الحلول. قد يكون لهذا الأمر علاقة بتطورات الإقليمية التي تحدث في المنطقة وانسداد الأفق الذي نعيش، ولكن نحن وصلنا إلى هذه المرحلة. مجلس النواب تفريع من تفريعات هذه الأزمة، يعني نصل يعني بشكل أو بآخر سنصل إلى طبيعة القانون الصوت الواحد التي أوصلت هؤلاء النواب إلى القبة. تتفق أن قانون الصوت الواحد أفرز المشاجرة اليوم مثلاً؟ نعم، هو أي باعتقادي أن يعني مجلس النواب ليس على سوية، يعني مع احترامي لشخوصه وبينهم من نجل ونحترم، أنا باعتقادي أنه ليس بمستوى تحديات المشكلات التي يعانيها المواطن الأردني ولا الأزمات التي يواجهها الأردن مع الخارج. أنا باعتقادي أن يفترض أن يكون هناك يعني الشعب الأردني يستحق نواب أفضل من الموجودين حاليا في البرلمان. يعني اهتراء الطبقة السياسية تفسر ذلك بذات الطريقة اللي جرى اليوم، وأنت نائب يعني عمره ما صار هيك. أنا باعتقاد الحكومة بتهاوشوش بتباطحوش، لكن مجلس النواب وصل لهذه المرحلة لماذا؟
يعني الحقيقة أنا ما بتعنيني كثير يعني الممارسة اللي تمت ترى اليوم على الرغم من أنها يعني من أنها يعني معيبة يعني ما جرى اليوم، لكن ليست هي الحقيقة يعني المقياس اللي أنا بدي أقيس عليه مجلس النواب. ما هو مقياسك؟ أنا بقيس الحقيقة الانتكاس الديمقراطية التي حدثت في مجلس النواب ما بعد وجود قانون الصوت الواحد واللي تم تفصيله وتجهيزه لفرز أو إفراز مجلس نواب على مقاس يقاس بهذه الصورة، لاستخدام هذا المجلس لإخراج نتائج سياسية أو للخروج بنتائج سياسية وبتشكيل مبررات أو تبرير لواقع سياسي كان أولها بالمناسبة اللي هو معاهدة وادي عربة المشؤومة اللي في عهد مجلس النواب الثاني عشر اللي يفرز بناء على قانون الصوت الواحد، وهذه بالمناسبة ترى يعني هذه المعاهدة سترحل. وأنا بدي أذكر بمعاهدة الأردنية البريطانية التي أسقطها الشعب الأردني، والشعب الأردني سيسقط هذه المعاهدة ترى إن عاجلا أم آجلا، وليست أن الأمور يعني خلاص أصبحت قدرا محتوما على للشعب الأردني. مشكلتنا الحقيقة أنه ليس لدينا منذ ذلك التاريخ، منذ هذه الانتكاسة الديمقراطية، ليس لدينا مجلس نواب حقيقي، وأنا كنت أحد أعضاء هذه المجالس اللي عاشت الانتكاسة الديمقراطية. ليس هنالك مجلس نواب بالمعنى الحقيقي لمجلس النواب، لدينا هيكل اسمه مجلس النواب ونواب بهذه الصورة، لكن هل مجلس النواب فعلا على مستوى أن يعيش يعني الواقع الوطني، الهم الوطني وما إلى ذلك؟ أنا الحقيقة بختلف تماما. أنا يعني مشاهداتي خلال وجودي في مجلس النواب وكيف كان أداء مجلس النواب وكيف كان يدار مجلس النواب من الخارج كان وكيف كان يتصل به، حتى عند يعني مجلس النواب عندما يتم إفرازه سواء كان التشريع اللي هو قانون الصوت الواحد وإفرازاته التي لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تفرز مجلس نواب حقيقي، هذا أولا. وفوق هذا التدخلات اللي كانت تتم مباشرة من جهات رسمية بنتائج الانتخاب، تدخلات داخل التدخلات يعني تدخل داخل التدخل، تشريع موجود ومع ذلك تم التدخل، حتى يعلن أحد مدراء المخابرات أنه لدينا 86 أو 87 نائب، ويعترف رئيس وزراء أنه تم تزوير لكن ليس هو يعني لا يتحمل المسؤولية. فلا مشكلتنا ومشكلة الأردن الحقيقة أنه ليس لدينا مجلس نواب حقيقي. لو كان لدينا مجلس نواب حقيقي على قدر من هذه المسؤولية كثير من الإشكاليات سترى، لا هذا الفساد اللي احنا منعيشه، ولا هذه المديونيات اللي بتغل قاعد أعناق الأردنيين، ولا كثير من القضايا مرت بهذه يعني الصورة. أنا بتختم بنص دقيقة مع الأستاذ جهاد ونصف دقيقة مع الأستاذ علي أبو السكر. لم ينتبه الأردنيين اليوم لجلسة الافتتاح، بعض الاستطلاعات تقول لم يعد الأردني يهتموا من هو رئيس المجلس، من هم أعضاء. هذه القطيعة بين المجتمع، وربما الملك تحدث عنها، أزمة الثقة بين المواطن والمؤسسات، القطيعة أيضا لمن تحيلها لقانون الصوت الواحد بنصف دقيقة، القطيعة بين المجتمع ومؤسسات سواء الحكومة أو غيره أو الأسف المجلس. لا، هناك عدة عوامل من بينها قانون الصوت الواحد. هناك عزلة للطبقة السياسية الأردنية بمجمل تنويعاتها وتلوينها عن الشارع الأردني. نحن وصلنا إلى هذه المرحلة باقترار يعني. نعم. ماذا تقول؟ لماذا لم نعد نهتم؟ أنا اتصلت بأحد النواب السابقين قبل يعني في نصف ساعة التي سبقت يعني، قال لن أحضر ولم أحضر ولن أهتم ولا هذه النخبة السياسية، ما بالك الجمهور؟ لماذا بنصف دقيقة؟ لأن الشارع لا يشعر أن هنالك مجلس نواب حقيقي كما قلت. طبعا مع وجود بعض من هؤلاء النواب الحقيقة من السادة النواب اللي أدائهم الفردي، لكن كمجلس نواب حقيقي على قدر المسؤولية يعيش معاناة المواطن ويعيش هموم الوطن الحقيقة، مع كل أسف هذا غير موجود. نعم، أشكركم المهندس علي أبو السكر النائب الأسبق و المساعد رئيس مجلس النواب في البرلمان الرابع عشر، كما أشكر الأستاذ والكاتب والمحلل السياسي الأستاذ جهاد الرنتيزي، وأشكر كان معنا على الهاتف أيضا سعادة النائب الدكتور مصطفى ياغي. ربما حاولنا اليوم أن نقرأ المشهد، أن نقرأ خطاب الملك، ما الجديد فيه، حاولنا أن نستشرف أيضا ما جرى في الشرفات وتحت الشرفات من شجارات، اليوم تعود مرة أخرى إلى المشهد. ختمنا بأن هناك قطيعة بين المجتمع والمؤسسات، وهذا أمر خطر على اعتبار أن النص الدستوري يقول أن الحكم في الأردن نيابي ملكي وراثي. نتحدث عن نيابي، نتمنى أن تعود لهذه المؤسسة بهجتها، وتصبحون على خير.